أهم الأخبار النهاردة على السوشيال ميديا: رياح مثيرة للأتربة وأمطار على شمال البلاد، والصغرى بالقاهرة 11 درجة، رئيس البرلمان جلسة تعديل الدستور تاريخية، والشعب سيكون صاحب الكلمة النهائية. بعثة النادي الأهلي وصلت ظهر اليوم من تنزانيا بعد مواجهة سيمبا والخسارة المفاجئة من سيمبا التنزاني. النادي الأهلي دلوقتي قدامه عدد من الملفات المهمة جدا بعد الرجعة من تنزانيا، أبرزها التجديد لجوني راجاي مهاجم الفريق بعد التجديد وتمديد عقود علي معلول وكريم نيدفيد وعمر السولية، بس خلاص أصبح جوني راجاي هو اللاعب الوحيد اللي ناقص. سيد أبو حفيظ هيعقد كذا جلسة مع جوني راجاي لتمديد عقده، وإن كان في خلاص شبه اتفاق رسمي بين الطرفين. الفنان فاروق الفيشاوي بيعود مرة ثانية للمسرح بعد غياب 18 سنة من خلال مسرحية الملك لير مع النجم الكبير يحيى الفخراني. آخر أعمال الفنان فاروق الفيشاوي على المسرح كانت مسرحية الناس اللي في الثالث، واللي قدمها سنة 2001. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب النائبة الديمقراطية إلهان عمر بالاستقالة من الكونغرس، وذلك بعد تغريدات لها اعتبرها الأمريكيون بأنها معادية للسامية. وكانت إلهان عمر وهي أول ديمقراطية أو أول نائبة تدخل الكونغرس الأمريكي وهي مسلمة محجبة قد اعتذرت عن تغريدات لها، قالت فيها إن أعضاء اللوبي اليهودي يدفعون للمشرعين الأمريكيين لدعم إسرائيل، قائلة أنها لم تكن تقصد الإساءة إلى أي شخص بما في ذلك اليهود الأمريكيين، إلا أن ترامب قال أن اعتذارها أعرج وأن معادات السامية ليس له مكان في الكونغرس الأمريكي. الدكتور عاصم الجزار يؤدي اليمين الدستورية أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيسا لوزارة وزيرا للإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة، خلف للدكتور مصطفى مدبولي الذي كان يتولى حقيبة وزارة الإسكان بالإضافة إلى مهام مجلس الوزراء. الدكتور عاصم الجزار هو أحد رواد التخطيط في مصر، وكان نائبا لوزير الإسكان لفترة طويلة، وله باع كبير في تخطيط المدن والتطوير العمراني بشكل عام. هناك العديد من الملفات والقضايا الهامة التي تشغل وزير الإسكان الجديد، على رأسها ملف العشوائيات وكيفية تطويرها، بالإضافة إلى ملف الإسكان الاجتماعي والأراضي التي تطرحها وزارة الإسكان سواء للمواطنين أو المصريين في الخارج. العديد من القضايا والملفات الهامة على مكتب الجزار يتابعها الآن ويدرسها حتى يتمكن خلال الفترة المقبلة من تقديم أفضل الحلول لها. أطلقت النجمة العالمية سيارة كليب جديد اسمه جرتست لاف، وده على قناتها الشخصية على موقع الفيديو الشهير يوتيوب. وصلت نسبة مشاهدة الكليب في يوم واحد بس ل 700,000 مشاهدة. يخضع سعد سمير مدافع النادي الأهلي إلى فحص طبي قبل تدريب الفريق غدا الخميس، وده بعد إصابته بإصابة بسيطة جدا في العضلة الضمة، واللي تسببت في عدم سفره مع الفريق لمواجهة سيمبا التنزاني في دوري أبطال أفريقيا. بعد غياب 4 سنوات بتلتقي الفنانة القديرة بوسي مع النجمة مي عز الدين في مسلسل البرنسيسة بيسا اللي هيتقدم في رمضان اللي جاي من إنتاج شركة سينيرجي وإخراج أكرم فريد. النجمة الكوميدية إيمي سمير غانم بتجسد دور بطلة خارقة في مسلسلها سوبر ميرو اللي بيخرجه وليد الحلفاوي، وهيتعرض في رمضان المقبل. النهاردة من ضمن الأخبار اللي اهتم بها قسم الحوادث ونشرها هو كان خبر مؤتمر الصحفي اللي عقده المستشار حنفي جبالي رئيس المحكمة الدستورية العليا صباح اليوم للإعلان عن فعاليات المؤتمر الثالث لرؤساء المحاكم الأفريقية. طبعا هذا المؤتمر بيأتي طبعا للسنة الثالثة على التوالي، واللي بتعده وتنظمه المحكمة الدستورية العليا، وتشارك فيه اكثر من 125 رئيس وعضو رئيس محكمة دستورية على مستوى الدول الإفريقية 54 دولة. المؤتمر هيتم طبعا عقده يوم السبت المقبل ويستمر حتى يوم الاثنين المقبل. المؤتمر بيناقش عدد كبير من القضايا الدستورية والقضايا الشائكة زي مثل قضية الإرهاب وقضية الهجرة غير الشرعية وقضية التغير المناخي. كل هذه القضايا سيتم مناقشتها في هذا المؤتمر. أيضا من ضمن الأخبار اللي كانت النهاردة قسم الحوادث أيضا مهتم بها ونشرها كان بيان النائب العام بحظر النشر في قضية منى فاروق وشيمة الحاجة المتهمة بالظهور في أفلام إباحية مع مخرج مشهور. ده كان النائب العام أصدر بيان أمس بتكليف وزارة الاتصال
بأن تحجب كل المواقع التي تقوم ببث الفيديوهات والمقاطع الإباحية الخاصة بالمخرج المشهور وعدد كبير من يعني الفتيات وممثلات مشهورات، ومنهم طبعا منى فاروق وشيمة الحاج التي تم ضبطهم وحبسهم على ذمة التحقيقات، وأيضا سيدة الأعمال المشهورة منى الغضبان التي تم أيضا تجديد حبسها 15 يوم. اضطرابات النوم ده من المشاكل اللي بيواجهها عدد كبير جدا من الأطفال، وده ليه أسباب كتيرة زي الأثار الجانبية لبعض الأدوية، أو إن هم ممكن يكونوا ناموا في فترة الصباح فترة كبيرة، أو التبول الأراضي اللي بيتعرضوا له بسبب أمراض نفسية أو عضوية، أو المشاكل أو الاضطرابات النفسية اللي بيتعرضوا ليها في المدرسة. عشان كده قبل ما نعالج المشكلة لازم نعرف بالظبط سببها ونعرض الطفل على طبيب نفسي أو طبيب يشوف مشكلة الصحية اللي عنده إيه ويعالجها.